وازيكم يا شباب، عاملين ايه يا جدعان؟ معاكم حلقه جديده مع قناتكم يحيى جيمنج. ان شاء الله النهارده معانا فيديو رعب يا جدعان، معانا سليب دورينا وعندنا كتير اوي لعبناها شكل رعب. فكر يا نهار ابيض، من اولها كده، من اول خلينا نعلي الصوت حبه كمان، خلينا نغطي حبه، الصوت هو اللي بيوترني والله مع اللعبه يا جدعان. فالمهم لو انت لسه جديد معانا في قناه سبسكرايب لايك واللي شاف النهارده على الجرس يا جدعان، قربنا على 100 مشترك يا جدعان. يا جدعان والله زرار اللايك كل شاشة ما بيكهربوا، انا خايف من الموسيقى مش من اللعبة. يلا بينا يا جدعان نبتدي، ليتس جو بلاي. خلي المرحلة هارد طبعا يا جدعان زي ما انتوا عارفين. والله يا جدعان نبتدي اللعبة. انا نايم على الارض ولا ده؟ ايوه انا نايم. في ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ عنكب سبايدر مان بيعدي من جنبي وانا عادي كده. طب اروح فين؟ طيب قوم يا عم انت، قوم يا سيدي، قوم يا حبيبي. يا لهوي على البوت، وقمت يا جدعان. تمام، المفروض دلوقتي يا جدعان ان اللعبه دي فيها سلندرينا، ببدا مقفول. تمام، فيها سلندرينا وسلندر والبيبي الظالم. خلاص يا عم عرفنا انت. ودي خزنة، دي مقفولة برضه، مفيش حاجة هنا مينفعش نموت. هنا البتاع ده في حاجة، ده ممكن يقع عادي، الرف ده اطلع له ازاي؟ المهم يا جدعان، طيب البتاع دي تتزق، الجمهور بيتزقوا، ده تتزق، اه والله تتزق. طب المفتاح، تمام نفتح بيه الخزنة. سيف از ذا لوك، ابتدينا يا جدعان. تمام كده، المفروض تقريبا ان احنا نجمع المفتاح اللي فوق ده. خلينا ندور بالراحة. والله ما مطمن، الأوضة مهوية مقفول. قلبي 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 قلبي، شفتوا البيبي؟ اه يا رب، هنا في حاجة؟ ده هيلز تقريبا. راح فين يا رب؟ الحمد لله. يبقى هنا ده تقريبا بيت سلندر يا جدعان، خلينا نطلع له. الحمد لله سلين، يعني اللي ضل لنا البيبي بس جلس ورا. اول لوج احنا يعني يا جدعان، خليكم حافظين معايا مكان الهيلز. نفتح الاوضه دي، انا خايف. الحمد لله لقينا مفتاح سلندر، محبش مفاجآت. يلا، اه ربنا افتكرته هيطلع لي. ايه يا جدعان الصورة دي؟ سلندرينا، دي سلندرينا، انا اول مرة اشوفها من قريب اوي كده يعني. يا اللي عارف انه الشعب، اتدور اتدور بس لسه منقص. والله انا خايف الضوء اذا عن الحمام مهوي خالص. الريسبشن يا جدعان تقريبا هيست هيلز ولا المفتاح ده هيلز. حلو، خلينا نروح ندور هنا من المفتاح عاش قوي. تمام هنا يا جدعان، يلا ندور بالراحة. ندخل، ربنا انا ما كنت متوقع. هول الورو كنت متوقع قصدا. الكاميرا اللي بتثبت بيتهيألي مش لما استخدمت بس فيك استخدم في حوار. يا جدعان حسب الله ونعم الوكيل. هيلز هيلز والله. حد يجي يلحقنا يا جدعان.
واقف حاجات الرعب دي اللي هو ايه. واحد بيفتح طلع لي الصوت ده يا جدعان، بس جننت وسمعت شبهي. ولا قوة إلا بالله، هو أكبر. احنا قربنا نجمع المفتاح برضو. أيوة، أو بص لو كنت مفتاح عليها. خايف أنزل، أنا تقريبا شطبت تقريبا كده، أنا شطبت. خلينا نشيك عليه لآخر مرة يا جدعان، طالما احنا هنسيبه ونمشي. يا رب نلاقي قطعة مفتاح تاني قبل ما ننزل، عشان لما ننزل يعني قدام البيبي وسلندرينا يكون مهمتنا سهلة شوية. فاضل 4 قطع تقريبا من المفتاح. ان هي دي حنفية، مفيش ورا حاجة، مفيش في الحوض حاجة. كويس انه انت ما ظهرتش، فكويس انت توقف لي كده قنبور. المهم يلا بينا ننزل، في هيلث كتير، في بيت سلندر، ودي حاجة سيبتني كده انا بالاخر كده. هاخد الفلاش اللي هنزل تحت عشان البيبي بيعضعض، بيبي بيعضعض وهي مش مقصود. والله كده انت صدقوا حاجة، انا مستعد اقابل سلندرين سلندر كل حاجة الا البيبي ده. جمد قلب. طبيما احنا مبيهمناش حد، احنا نيس عليه. والله افتكرت ان احنا حلقة سلندر، احنا نزلنا. طب ما انا خايف انا غلطت منها. انا كويس اني هموت اعرف ايه لازمة، ايه لازمة نصرف مفتاح عشان نخش نلاقي مفتاح. تضيع وقت وخلاص. يلا هنا يا جدعان، احفظوا معايا الاماكن. الله ده، بصوا السوسة، بصوا السوسة. افرد دي جلدة، حتى دي سهلة والله. كان صوته صوته يا رب يا رب. فضلنا 3 قطع تقريبا. انا مش حاضرين نسلين دارينا ما ظهرتش. استر يا رب. اجري، هيخرب بيت حضرتك. لسه بيجري ورايا. ايه ده، انتوا شايفين هيلث بيعمل ازاي؟ اخد هيلث. بص هنروح نشرب قهوة سوا على القهوة. ايه ده يا اسطى، استنى اخد هيلث، انا نسيت الهيلث فين. اهو حسبي الله ونعم الوكيل. لا لا لا، قتلي لا. انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ الدنيا كلها جاية عليا يا جدعان، انا عملت لكم ايه؟
بتعملوا معايا كده ليه يا جدعان؟ شيلوا البيبي ده، شيلوا البيبي ده، اول مره اشوف بيبي هيكل على طول. ما عايز اطلع يا جدعان، ما عايز اطلع جنب قلبك. انا قوي، انا شجاع، انا جامد، انا ما بيهمنيش. بص اول بس يا عم حلني بقى، عايز ادور. يلا الله، كمان كمان كمان، ما ينقصاكو بيبي وسلندرينا. ده يا جدعان جامد قوي. حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي ماشي، بس المهم اللي مش عارف. يا نهار ابيض، ايه يا ست انت، ايه دي؟ التحكم بتاع اللعبة ده، هو اللي بنصحك بيني وبين البيبي. انا شفت حاجة عجبت، وانا مش خايف يجيلي، انا سامع صوته. قلت لكم انا سامع صوت حاجة. فضلي كده اطلع يحيى، طز في البيت. رب الرزل ده ما يطلعني. رب يجيله شلل في فخدته لو طلعني. يا رب الاقي بقى في المكان ده. تقريبا تقريبا يا جدعان القطعة الأخيرة، أيوة القطعة الأخيرة في المكان اللي كان اللي عايز فيه مفتاح. فين بقى الباب ده؟ أهو. خلينا ندور كويس. القطعة دي أكيد في بيت سلندر. وزقت من الحمام يا جدعان، بس ازاي القطعة الأخيرة
مش في المكان اللي في حق. يا نهار، لا 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 لا، انا اسف اصل انتر اني اتجرأت وقلت ان انا جاي لك. مش هيلث ان حلالي يطلع لي. الله، احنا عضه من البيبي، قصتين تلاتة من سلندر. الله يرحمه. ارحمني، اهرب، عايز أأمن من البيت. قلتلكوا ايونا والزيكا كتبنا. يا جدعان كسبنا، حسبي الله ونعم الوكيل في سلندرينا وعيلتها. زين ده يا جدعان. يا جدعان. يا جدعان، ده مش هو العبك في جاسج والله. هو اللي ساب قناة الزوجة لسه. شوفوا كل جديد ان شاء الله. ويلا يا جدعان، سلام. اوعى تنسى تحط لايك.